طلبة الصف الثالث الثانوي ازيكم شباب، مكملين مع بعض ان شاء الله في الاستاتيكا. هنكمل مسائل العزوم. كنا وصلنا صفحة 48 من كتاب بنك الأسئلة والامتحانات كتاب المعاصر. شوف الصفحة اللي بعدها يا ولاد. السؤال رقم 2، كنا خلصنا الأسئلة كلها اللي فاتت، مكملين مع بعض ان شاء الله. السؤال رقم 2 اختار، خلينا حلينا واحد هنحل من اول ايه 2. السؤال رقم 2 يقول قوة مقدارها 50 نيوتن ويبعد خط عملها عن نقطة ألف مسافة 8 سنتيمتر، فإن معيار عزمها حول نقطة ألف. عايزين نجيب العزم حول نقطة، بنجيب القوة في ذراع القوة. القوة عندي كانت بـ50، وهنا ذراع القوة 8 تديني 400 نيوتن في سنتي. تمام، يبقى ليه تعويض مباشر في القانون يعني. يبقى هنا هناخد 400 اللي هي الإجابة بتاعتنا د. السؤال ده رقم 1. السؤال رقم 2، ألف باء ج مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 8 سنتيمتر وأثرت قوة مقدارها 15 نيوتن في اتجاه الشعاع باء ج، فإن معيار عزم القوة بالنسبة لنقطة ألف هو نقطة. المثلث بتاعنا متساوي الأضلاع أهو، اسمه ألف باء ج، طول ضلعه 8، أثرت قوة مقدارها 15 نيوتن في اتجاه الشعاع باء ج، فإن معيار القوة بالنسبة لنقطة ألف. طبعا نضرب القوة في البعد العمودي يا ولاد، لأن عايزين نجيب القوة حول نقطة ألف. يبقى القوة في البعد العمودي اللي عندنا هو مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 8، هنا 8 يبقى ده 4 وده 4. نقدر نجيب الضلع ده من فيثاغورس، ده 60، يبقى ده مقابل الـ60 هتقول له 8 جا 60، يعني ألف دال اللي هو اللام يعني، اللي هو لام تساوي إيه ألف دال اللي هو 8 جا 60، جا 60 بجذر 3 على 2 يطلع الناتج 4 جذر 3. وبالتالي نجيب العزم حول نقطة ألف، نجيب ذراع القوة في القوة، الذراع اللي عندنا اهو اللي عندي من ألف لحد نقطة دال، وذراع القوة اللي هو لام في متجه القوة بتاعنا. يبقى أنا عندي طول الذراع اللي هو 4 جذر 3، والقوة كان مقدارها 15 نيوتن، يطلع 60 جذر 3 وحدة عزم. تمام كده، يبقى الإجابة بتاعت السؤال التاني، السؤال رقم 2، هنختار 60 جذر 3 اللي هي جيم. شوف السؤال اللي بعده رقم 3، قوة مقدارها 70 نيوتن تؤثر في الشعاع ألف باء، حيث الألف باء جيم ده المربع طول ضلعه 10 سنتيمتر، فإن معيار عزم القوة بالنسبة لمركز المربع بيساوي نقطة. شوف السؤال مع بعض رقم 3، بيقول له قوة مقدارها 70 نيوتن تؤثر في اتجاه الشعاع ألف باء، حيث ألف باء مربع طول ضلعه 10 سنتيمتر، فإن معيار عزم القوة بالنسبة لمركز المربع بيساوي نقط. السؤال رقم 3، عندنا مربع المنظر ده، ألف باء جيم دال، أثرت القوة في اتجاه الشعاع ألف باء، قوة كان مقدارها 70 نيوتن بتأثر في اتجاه الشعاع ألف باء، حيث ألف باء جيم ده مربع طول ضلعه 10، فإن معيار عزم القوة بالنسبة لمركز المربع. خد بالك القطرين بيتقاطعوا في نقطة، نقطة مثلا لتكن ميم، دي مركز تقاطع القطرين، يعني طول الضلع لما يبقى 10 يبقى هنا القطر كله بـ10 جذر 2، يعني البعد ده 5 جذر 2 وده 5 جذر 2 وده 5 جذر 2. احنا عايزين نجيب البعد العمودي ده، ده يبقى طوله 5 لأنه هيوازي 10، يجيب نصها يعني. فانا عايز البعد العمودي ده 5، يبقى انت هتضرب ذراع القوة بقوة، يبقى العزم حوالين نقطة ايه ميم. عايزين بقى نجيب معيار ايه، معيار العزم، ماشي، معيار العزم حوالين نقطة جيم حوالين نقطة ميم بيساوي القوة في ذراع، تمام، ضرب ايه قياس، يعني نسبها في 5 يدي 350 نيوتن سنتيمتر، ماشي. يبقى انا هضرب القوة في ذراعها فيطلع الناتج بكام، 35 نيوتن ايه سنتيمتر. السؤال اللي بعده يا شباب رقم 4، خلاص كده رقم 3 اخترنا الإجابة بتاعتنا بقى. السؤال رقم 4 بيقول لك قوة مقدارها 5 نيوتن تؤثر في المستقيم 3 س، مستقيم اهو معادلته 3 س زائد 4 ص بتساوي 5، فإن معيار عزمها بالنسبة لنقطة ألف. عايزين نجيب معيار العزم بالنسبة لنقطة اسمها ألف، فلازم نجيب البعد العمودي بين النقطة ده والمستقيم. النقطة بتاعتي كان إحداثيها 1 وسالب 1، عشان أجيب طول العمود الساقط من النقطة المستقيم بستخدم قانون البعد اللي هو المعيار، بعوض 1 في 3 ب3، وهنا سالب 4
في ص بسالب 4 وهنا سالب 5 على الجذر التربيعي مربع الاول زائد المربع الثاني اللي هو 9 زائد 16 يطلع المقام ب5، وهنا 3 ناقص 4 بسالب 1، سالب 1 وسالب 5 بسالب 6 يطلع الناتج بكام؟ ب6 على 5 يعني. يبقى البعد بين النقطة والمستقيم 6 على 5 وحدة طول. تمام؟ أنت عايز تجيب إيه بقى؟ عايز تجيب معيار العزم حول النقطة بتاعتنا اللي هي نقطة ألف. هتقوم ضارب الذراع في القوة، الذراع اللي عندي طلع ب6 على 5 في القوة اللي هو البعد العمودي ده يا شباب، هنضربه فين؟ في القوة. القوة كانت 5 نيوتن، فيطلع الناتج 6 نيوتن. التمييز بتاعنا 6 نيوتن إيه؟ نيوتن سنتيمتر. تمام؟ يبقى هو عايز معيار عزمها بالنسبة نقطة ألف، هنختار الإجابة إيه؟ 6. ده معيار إيه؟ العزم يطلع ب6. تمام؟ فهمنا كده؟ شوف السؤال اللي بعده. يبقى الإجابة بتاعتك 6، هتختار الإجابة ألف، علامة ألف، علامة على ألف. ماشي. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لي القياس الجبري لعزم القوة 80 جذر 3 نيوتن حول نقطة ألف. القياس الجبري ده بناخده بنفس الإشارة يا شباب، لكن لو عايز معيار العزم بناخده بالموجب دايما. رقم 5، خد بالك القوة اهيت نازلة، شايفها؟ ده القوة اللي بتأثر حوالين نقطة مين؟ ألف. عايزين نجيب عزمها حول نقطة ألف، فهنجيب البعد العمودي بتاعنا ده. نجيبه ازاي؟ لاحظ معايا ان في زاوية عندي ب 120 درجة اهي موجودة، هتبقى الزاوية هنا ب60، ده بعد عمودي، ده مثلث قائم، دي 60 يبقى 30، يبقى ده مقابل نص الوتر، الوتر ب 4 متر. انت عايز تجيب العزم حوالين النقطة بتاعتك اللي هي نقطة ايه؟ ألف. الذراع خد بالك القوة بتلف مع عقارب الساعة، فتبقى عندك القوة بتاعتك اللي وزنها كان 80، القوة كان مقدارها 80 جذر 3 نيوتن. القوة بتأثر يا ولاد، دي قوة 80 جذر 3 نيوتن، تضربها في البعد العمودي كله اللي هو 2 زائد 8 يديك 10، يعني يديك الناتج، ومع عقارب الساعة تبقى سالب 800 جذر 3 نيوتن في متر. فهمنا؟ يبقى انت عشان تجيب العزم حول النقطة تجيب البعد العمودي اللي عندك ده تضربه في مقدار القوة اللي عندك، فبالتالي هو عايز بقى القياس الجبري، هناخد بنفس ايه الإشارة بتاعتنا، هيبقى سالب 800 اللي هي الإجابة رقم ب للسؤال رقم 5. سؤال رقم 6 بيقول لي في الشكل المقابل إذا كان عزم القوة 18 نيوتن حول نقطة ألف. المسألة معانا اهي يا شباب، ركز معايا كده. هنا القوة بتاعتي اللي هي 18 نيوتن اهي، هنحللها في اتجاهين متعامدين. ممكن طالب تاني يمد القوة دي كده ويجيب البعد يدخلها يعني في المثلث، فاهمين؟ ممكن يعمل مثلث قائم، بس المشكلة إن إحنا ما نعرفش المسافة دي قد إيه. المهم أهم حاجة بس تحللها في اتجاهين متعامدين تبقى أسهل لك يعني. فلما تحلل دي 18 هنا سيتا أهي، هتقول والله دي 18، 18 جتا سيتا مطرح ما القوة بتنام، بناخد جيب التمام، وهنا 18 إيه جا سيتا، وأدي نقطة ألف اللي عايز أجيب العزم حولها. طيب خد بالك أنت لما تيجي تجيب البعد عمودي من القوة 18، لو مديت ده كده أدي البعد بتاعنا اللي هو زيه أهو، شايفين؟ يعني انت عايز تجيب 18 جتا سيتا في المسافة دي، هو قال لك ان دي ب 4 متر، يبقى عندك دي 4 متر زيها، وقال لك ان دي 2 متر، الحتة دي يبقى 2، دي 2 متر زيها، يبقى انت هتضرب ال 18 جتا سيتا في 2، يبقى العزم حول نقطة ألف، لأن العزم عايزين نجيب عزم القوة حول نقطة ألف بيساوي صفر، قال لك ان العزم حول ألف بيساوي صفر، فتجيب والله 18 جتا سيتا، القوة اللي انت حللتها بقى في الأفق ده في البعد العمودي بتاعك وهي مع عقارب الساعة بتلف كده، فتبقى في البعد اللي هو كام؟ ب2. وبعدين ال 18 جا سيتا بتلف لفوق كده مع عكس عقارب الساعة، يبقى ال 18 جا سيتا في البعد العمودي اللي هو ايه؟ 4. كل ده بصفر. هو عايز ظل الزاوية بسيطة، يبقى انت بقى هتقسم يعني عشان تخلي الظا موجودة هتقسم كله على ايه؟ على جتا، فدي تروح فيبقى معاك هنا دي اظا، يبقى هنا سالب 36 اهيت، قسمنا بقى على ايه؟ على جا سيتا مرة واحدة عشان يطلع الظا، وهنا 4 في 18، أو كون ممكن أنت تقسم 18 الأول تتخلص منها زي ما أنت عايز، مفيش مشكلة خالص. يبقى 4 في 18 ماشي جا سيتا تبقى إيه؟ ظا سيتا، إحنا قسمنا على جا عشان تبقى الظا موجودة، ونقول له بقى إن الظا سيتا دي بتساوي، هنودي العدد بعكس الإشارة ونقسم على 4 في 18، 36 على 18 هنا 1 وهنا 2. هنا 2 وهنا 1 يبقى تتقسم تاني يا شباب 1، يبقى نطلع بنص يعني. خلاص ركزوا بس معايا، يبقى هنا رقم 6 الإجابة بتاعتها تطلع بنص، يبقى دي فكرة الحل للسؤال بتاع العزوم رقم 6. تمام؟ يبقى أنت حللت القوة في اتجاهين متعامدين، ضربت القوة دي
في البعد العمودي، وضربت القوة دي في البعد العمودي. خد بالك دي مع عقارب الساعة ودي عكس عقارب الساعة، اللي مع عقارب الساعة بالسالب واللي عكسها بالموجب. فهمنا كده؟ تمام. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، رقم 7. السؤال اللي بعده رقم 7 بيقول: إذا كان عزم القوة 50 نيوتن حول النقطة ألف بيساوي 100 جذر 3 نيوتن سنتيمتر، فإن ألف ب بتساوي نقط. طيب المسألة دي رقم إيه؟ 7. تعالوا نرسمها كده مع بعض، نرسم كده الشكل اهو يا شباب عشان نفهم. اه، انت عندك القوة كانت 50، البعد اللي هو البعد العمودي ده، ده مثلث 30 60 يا شباب، وليه زاوية 60؟ يعني ليه 60 60 تبقى ليه 30، تقوي يعني ايه، او هي واجهة لك 30 هي اصلا. تمام. فانت عندك ده ضلع، شايفه ده مقابل ده وتر، ده ضلع مقابل ليه الوتر. طيب هو لك العزم 50، طب انت عايز تعمل ايه؟ عايز تضرب القوة في ذراعها، الذراع ده هو ايه؟ ده مجاور للوتر. طب الوتر اللي عندك لو فرضنا ان هو لام مثلا، يبقى ده لام في ايه؟ في جتا 30 اهو، لان ده مجاور. فبالتالي العزم حوالين الف، وقال لك ان هو 100 جذر 3، تجيب العزم بقى حوالين نقطه الف، هي بتلف كده لفوق، يبقى الاشاره موجبه عكس عقارب الساعه، في لام جتا 30 بتساوي 100 جذر 3، يبقى 50 لام جتا 30 اللي هي جذر 3 على ايه؟ على 2، بتساوي 100 جذر 3. نشيل جذر 3 مع جذر 3، وهنا 2% ب 200، 200 هتتقسم على 50 يديك 4. يبقى طول الذراع طلع بايه؟ بالسنتيمتر، 4 سنتيمتر. ده سؤال رقم 7. خلاص، يبقى الإجابة بتاعتك هتختار جيم. ننتقل للسؤال رقم 8. يقول لي: في الشكل المقابل، معيار عزم القوة التي معيارها ق بيساوي 40 جذر 2 نيوتن حول نقطة ب بيساوي نقط نيوتن سنتيمتر. نرسم برضو التمرين كده. انا عندي الشكل اهو، وادي القوة اللي بتأثر. هنحلل القوة في اتجاهين متعامدين. القوة بتاعت ايه؟ كانت 135، ده عمودي، يبقى بقى هنا 45، لان 45 و90 135. هنحلل القوة دي في اتجاهين متعامدين اهو، هذا القوة اللي هنا، والله نقول له هنا قاف جتا 45، وهنا تبقى قاف جا 45. ماشي. بعد كده البعد عندك كان 3 سنتيمتر من ألف لحد جيم، وهنا به كان البعد 5 سنتيمتر. تمام يا شباب، انت عندك القوة اهيت اللي اتحللت في اتجاهين ايه؟ متعامدين. عايزين نجيب العزم حوالين نقطة ايه؟ باء. العزم حوالين باء، هنجيب كل قوة في ذراعها، الموضوع بسيط خالص اهو ان شاء الله. يبقى قاف في جتا 45، يعني قاف على جذر 2 دي، في البعد العمودي اللي هو 3 اهو. طب ليه بتلف مع مين؟ مع الساعة، لان انت بتجيب عزم حوالين ايه؟ انت بتجيب العزم حوالين ايه يا شباب؟ نقطة جيم ولا ب؟ احنا بنجيب العزم حوالين نقطة ب. طيب عزم القوة دي حوالين ب، هي البعد العمودي كان 3، وهي بتلف عقارب الساعة، يبقى بالسالب. تمام. عايز تجيب بقى العزم حوالين نقطة ايه؟ ب. لسه عندك قوة تانية دهيت، برضه هتلف مع ايه؟ مع عقارب الساعة. فاهمين؟ القوة اللي عندك التانية دي اللي هي كام؟ اللي هي ق في جا 45، انت حللت القوة بتاعتك. فاهمين يا شباب؟ دي المسألة رقم ايه؟ 8. واضحة كده؟ القوة كانت كام؟ كان لها مقدار، القوة لها مقدار يا شباب، القوة كانت ب 40 جذر 2، مفيش مشكلة هنعوض عنها يعني، دي كانت ب 40 جذر 2، فاهمين؟ وهي بتلف كده مع عقارب الساعة. ماشي؟ يبقى العزم حوالين به كان ب 40 جذر 2، مش هتفرق الإشارة، لأن هو أصلا بيقول لك معيار العزم، يعني جالك معيار العزم، فإحنا كده كده هناخد إيه؟ معيار العزم اللي يطلع، تمام؟ بس أهم حاجة تبقى فاهم بتعمل إيه. القوة هنعوض عنها دلوقتي، مفيش مشكلة، القوة كانت بكام؟ ب 40 جذر 2، هنعوض عنها حالا. خلاص، خليك بس معايا الاخر، وبعدين اعوض القوه اللي هو جايبها. تمام. يبقى انت حليت القوه في اتجاهين متعامدين، القوه دي مع عقارب الساعه، والقوه الثانيه برضو مع عقارب الساعه، تبقى سالب ق في جا 45 في البعد بتاعها اللي هو كام؟ ب 5. كل ده كان معياره، معيار العزم بتاعه كله كان الناتج ب 40، كان بكام يا شباب؟ معيار العزم بايه؟ ب 40 جذر 2. هو عايز هنا معيار العزم. ماشي. انت عندك القوة 40 جذر 2، تعوض عنها بقى، تبقى تقول له والله القوة اللي هي 40 جذر 2 اهي، على جذر 2 في 3 ناقص القوة التانية اللي عندي. طبعا هنطلع المقدار في الآخر، وبعدين ايه؟ نشيل الإشارة يعني. تمام. القاف في جاي 45 اللي هي 1 على جذر 2 في 5، هنعوض مكان القوة 40 جذر 2، فيبقى عندك الناتج سالب 120، وهنا سالب 200. هنجيب المعيار بقى، يبقى 320 نيوتن. بس يعني انت بس هتعمل ايه للنواتج، وتجيب المعيار في الاخر.
خلاص، وقوة تعوض عنها. احنا ما كناش عوضنا عنها في الاول، مفيش مشكلة، ممكن تعوض عنها ايه وتشتغل عادي، تمام. لكن احنا هنا في التمرين عوضنا بقاف، وفي الاخر عوضنا بالقوة اللي هو جابها لي، تمام. فطلع الناتج معانا 320 نيوتن سنتيمتر. الاجابة بتاعتنا هنختار الف للسؤال رقم 8. السؤال اللي بعده رقم 9 بيقول لي في الشكل المقابل، إذا كان معيار مجموع عزم القوتين اللتان مقدارهما 100 قاف نيوتن، 100 قاف نيوتن، اقرأ كويس يا شباب. إذا كان معيار مجموع عزم قوتين 100 قاف نيوتن حول نقطة الجيم بيساوي 1000، فإن قاف بتساوي نقط، تمام. يبقى إحنا نجيب العزم حول نقطة الجيم ونساويه ب1000. بس خد بالك، هو عندك كلمة معيار، معيار ده يعني الناتج اللي عندك المعيار بتاعه بيساوي 1000، أو المعيار اللي يعني اللي جوه معيار يعني هيبقى 1000 أو سالب 1000، فاهمين؟ طيب حاول بس جاي تركز معايا كده، هنحلها عادي وبعدين اقول لكم عن نقطة المعيار دي نعمل فيها ايه. انت عندك الرسمة اهي، وعندك هنا قاف، وعندك هنا قوة 100 نيوتن، ماشي. يبقى هنا 100، وهنا قاف، وهنا زاوية ب45 درجة، وهنا كان نقطة جيم موجودة، البعد هنا كان 20 سنتيمتر، البعد هنا 25 سنتيمتر، وعندك هنا نقطة ألف، وعايزين نجيب العزم حوالين نقطة جيم. خد بالك، العزم حوالين نقطة جيم بيساوي كام بكام؟ هتجيب القوة اللي هي 100 دي، هي كده بتلف عكس عقارب الساعة اهي، في 20، والقوة التانية قاف دي هتحللها. خد بالك، القوة اللي بتعدي على النقطة دي تبقى بصفر، يعني انت لما تحلل كده القوة دي تلاشت. يعني لما تيجي تحللها تقول قاف جت 45، وتقول لي هنا قاف جا 45، القوة ده هي بتعدي على النقطة خلاص، يبقى ملهاش تأثير، فاهمين؟ لان هي بتمر ايه بالنقطه، ما ينفعش ان احنا نجيب لها قيمه يعني، فاهمين الكلام؟ لان هي بتمر بايه بالنقطه يا شباب، يبقى مفيش زاويه يعني بتصنعها اصلا، مفيش تاثير. يعني انت مثلا بتيجي تفتح اجره من الباب، لما تيجي عند النقطه مش هتعمل حاجه، نقطه المفصله نفسها مش هتعرف تفتح. كل ما تبعد كل الموضوع يبقى سهل، كل ما يبعد بعدنا عن الباب فنعرف نفتح الاجره، فاهمين؟ فلما يبقى العزم عند النقطه التاثير ده بصفر، بينعدم يعني، فده انعدم. فلسه عندك ايه، القاف جاي 45 دي بتلف ايه كده مع عقارب الساعة، تبقى سالب قاف يا 45. في البعد بقى، البعد العمودي اللي هو كام من ده وده، اللي هو 25، تمام. كل ده معياره، بيقول لك المعيار بيساوي ايه 1000. فانت هتعمل معادلتين، ماشي، هنا 100 في 200، تعمل معادلتين اهو، تاخد اللي جوه المعيار ده يا اما 1000، يا اما تاخد جوه المعيار ده بسالب 1000، فاهمين الفكرة؟ يبقى اللي جوه قوس جوه المعيار ده يبقى الناتج ب1000 او ايه بسالب 1000. هنا اضرب كده يبقى 2000 ناقص هنا قاف جاي 45 في 25، يبقى هنا ناقص قاف جاي 45 اللي هي جذر 2 في المقام. هنا يا شباب هنجيب القاف هنا، يبقى 25 على جذر 2 بتساوي 1000، نشيلها من 2000 بقى 1000، فيبقى القوة بتساوي 1000 جذر 2 على 25. هنا 1000 على 25، 100 على 25 فيها 4 يبقى 40، يعني 40 جذر 2. دي أول قوة، أول ناتج يعني، لأن قال لي المعيار فلازم نشتغل بإيه؟ بالمعيار. طب الحل التاني يا شباب، هناخد الحل بالسالب، يعني ناخد الناتج اللي احنا طلعناه ده وسالب 1000 اللي هو 2000 ده، ناقص قاف في 25 على جذر 2 بـ1000. ودي القوة هنا، يبقى 25 على جذر 2 في قاف، ودي الـ1000 هنا تبقى 3000، اضرب في جذر 2 واقسم على 25، يبقى 3000 في جذر 2 ونقسم على 25، 125 في 4، 4 في 30 ب 120 جذر 2، دي القوة التانية. يبقى في ناتجين يا شباب، تعالوا كده نشوف الاختيارات، طلع فعلا ناتجين اهو. عرفنا ليه يا شباب؟ كلمة معيار دي تاخد بالك منها في حل المسألة لما تيجي تشتغل، يعني دي رقم ايه 9، تمام. الإجابة بتاعتك ده. شوف السؤال رقم 10، بيقول لي مثلث ألف باء جيم قائم الزاوية في باء، نوضح التمرين كده يا شباب عشان تشوفوا كويس. رقم 10 رقم 10 قدامنا واضحة اهي، بيقول لي المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب، أسات القوة التي مقدارها 8 و4 و5 نيوتن في اتجاه الشعاع ج أ و أ ب و ج ب، فإن مجموع حزوم القوة بالنسبة لنقطة أ بيساوي نقط. هو عايز مجموع الحزوم حول نقطة أ. خد بالك إن في قوتين بيعدوا على أ، طبعا بيعدوا على أ دولت ملهوش تأثير، يبقى العزم بتاعهم بصفر، حصلت العزم بصفر طالما هي بتعدي على النقطة، ماشي يا شباب. يبقى أنت عندك نقطة اهيت، ودي في قوة عندك هنا 8، وقوة التانية كانت ب5، والقوة التالتة كانت بكام؟ 6.
ألف باء جيم، ماشي؟ أنت عايز تجيب العزم حوالين نقطة ألف، ده تلاشى وده تلاشى، خلاص ده تلاشى وده تلاشى، قوتين دول تلاشى يا شباب، لأن هما بيعدوا على إيه؟ على النقطة، يبقى معاك خمسة. طب الخمسة دي بتلف مع إيه؟ مع عقارب الساعة، يبقى سالب خمسة. في البعد العمودي، البعد هنا كان بكام؟ بستة أهو، يبقى القوة اللي هنا اللي هي اللي كان اسمها أربعة دي راحت بقت بصفر، تأثيرها منعدم يعني، ماشي؟ فتبقى الناتج سالب 30 نيوتن سنتيمتر، تمام؟ يطلع الناتج إيه؟ باء، تمام كده؟ السؤال 10، شوف سؤال 11. في المثلث المقابل، مثلث ألف باء جيم مساوي الساقين، فيه باء جيم بتساوي ألف جيم بتساوي 4 سنتيمتر، وقيس زاوية جيم ب 150 درجة، فإذا أثرت القوة قاف في اتجاه الشعاع باء جيم، وكانت قاف بتساوي 15 نيوتن، فإن القياس الجبري لعزم القوة قاف حول نقطة ألف يساوي كام نيوتن سنتي؟ مثلث مساوي الساقين أهو يا شباب. ده متساوي الساقين، تمام؟ القوة اللي بتأثر فين؟ القوة اهي يا شباب، دي قوة 15، واحنا عايزين نجيب العزم حوالين النقطة اهي، ركز كده، حوالين نقطة ألف، ألف بعيدة اهي، تمام. طب ازاي نجيب العزم ده؟ طبعا دي هنا زاوية منفرجة، فاحنا عايزين نجيب البعد العمودي، يعني هنضطر نسقط عمودي، يعني شايفين هيمد ده كده؟ طبعا ما ينفعش تسقط جوه لأن دي زاوية منفرجة، هتسقط بره كده، تمام؟ يعني انت كده عملت مثلث قائم، يعني دي 150 تبقى دي 30 تبقى دي 60، ده مثلث 30 60، ده مقابل نص الوتر، قال لك ده 4 فيبقى ده بكام؟ ب 2 سنتي. واضح كده الكلام؟ فهتقوم ضارب القوة، خلاص انت كده خلصتها. دي القوة كانت بكام هنا؟ ب 15، يبقى العزم خلاص للقوة اللي عندي حوالي نقطة ألف تقول له 15، بتلف عكس عقارب الساعة، يبقى الإشارة موجبة في البعد العمودي اللي احنا طلعناه 2، فيطلع الناتج ايه؟ 30 نيوتن سنتيمتر. الإجابة بتاعتك ايه؟ ألف للسؤال رقم 11. ماشي، السؤال اللي بعده رقم 12، ده صفحة 50 يا شباب من كتاب بنك الأسئلة والامتحانات كتاب المعاصر. المسألة رقم 12 هي موضحها، بيقول الشكل المقابل عند مثلث اهو أ باء ج، شايفينه؟ في قوة 200 وقوة 100 وقوة 300، بيقول لي أ باء ج مثلث متساوي الأضلاع، طول ضلعه كان 12 سنتيمتر، تؤثر القوة في الاتجاهات المباينة للشكل قاسة بنيوتن، فإذا المجموع الجبري لعزوم القوة ها حول إيه؟ قال المرة دي نقطة التلاقي للمتوسطات. طب إحنا عارفين يا شباب إن نقطة تقاطع المتوسطات بتقسم كل منها بنسبة كام إلى كام؟ 2 إلى 1 من جهة الرأس و1 إلى 2 من جهة القاعدة، يبقى أنت دي شغلة تبقى عارفها، يعني أنت لو شغال، طبعا المتوسط يا شباب ما بيكونش عمود على القاعدة، فاهمين؟ المتوسط ده قطعة مستقيمة مرسومة من الرأس إلى منتصف الضلع المقابل يعني، تمام؟ طب ده مثلث متساوي الأضلاع، في حالة خاصة لما يبقى المثلث متساوي الأضلاع، المتوسط بيبقى هو الارتفاع، بيبقى هو منصف لزاوية الرأس، بيعمل ثلاث حاجات مع بعض، بيبقى عمود على القاعدة وبينصف الرأس وبينصف، وطبعا عمود على القاعدة وبينصفها، بينصف القاعدة يعني يكون عمود عليها وينصف زاوية الرأس، تمام؟ فده تبقى واخد بالك منه. فهي نقطة تقاطع متوسطات بيقسم كل منها بنسبة 2 إلى 1 من جهة إيه؟ من جهة الرأس، و1 إلى 2 من جهة القاعدة. فأنت عايز تجيب البعد بين كل قوة، القوة الأولى هي كانت اتجاهها لتحت 200، وقوة هنا 300 كانت اتجاهها لتحت، والقوة التالتة كانت 100 اتجاهها كده، تمام؟ عايز تجيب العزم حوالي نقطة ايه؟ مجموع العزوم حوالي نقطة ميم اللي هي دي. طب نجيبها ازاي؟ والله نختار القوة الأولى اللي هي 200 اهي في البعد العمودي اللي هو ده اهو. طب نجيب العمود ازاي؟ والله انت هتعمل مثلث فيها قائم، يعني انت ده هينصف القاعدة، ده مثلث مستوى الأضلاع طول ضلعه ب 12، يبقى ده 6 ولا 6 ولا يبقى 12، ماشي؟ ده 60 ده 30 اهو، يبقى الضلع ده اهو كله، ها خد بالك مثلث اهو عشان اوضح لك اكتر، دي 12 ودي 6، يبقى دي 6 جذر 3 حته لا. طب انت عايز تجيب بقى من ناحيه الراس، تاخد جزئين ودي جزء، فتبقى دي 4 جذر 3 ودي 2 جذر 3 اهو، يبقى من ناحيه الراس بيبقى 4 جذر 3 ياخد جزئين وده ياخد جزء، تمام كده؟ طب انت عايز هنا من ناحيه القاعده ولا من ناحيه الراس؟ من ناحيه القاعده، فتبقى دي 2 جذر 3 ودي 2 جذر 3 واللي هنا 2 جذر 3 برضه اهي. وضحت يا شباب كده الفكره؟ تمام، يبقى انت هتجيب العزوم حوالين نقطة ميم، هتاخد ال 200 بالسالب اهي في البعد العمودي بتاعها اللي هو 2 جذر 3، وبعدين تاخد القوة التانية 100 ماشية كده عكس عقارب الساعة، تبقى زائد 100 في 2 جذر 3، انت تاخد السالب 300، هي كده 300 ماشية بالسالب ولا موجب؟ احنا عايزين حول ميم، ها كده يا استاذ عكس عقارب الساعة تبقى موجب برضه، يبقى ده هي بس اللي بالسالب لان هي نازلة لتحت كده، يا ريت تكونوا فاهمين بس يا شباب الخط اللي انا كاتب ايه، حاول بس ايه توضح تفهم كلامك كده. ماشي يا شباب، واضح كده؟
تمام. 300 هناخدها برضو في 2 جذر 3. لما نيجي ناخد 2 جذر 3 على مشترك يبقى سالب 200 زائد 100 زائد 300 يعني يطلع 200. 200 في 2 ب 400، يبقى 400 جذر 3. ده نيوتن في سنتيمتر. ده مين؟ ده العزم يا ولاد، وعايز المجموع الجبري لعزوم القوة. تمام، 400 جذر 3. الإجابة بتاعتك تختارها ايه؟ ألف. أتمنى تكونوا فهمت السؤال. شوف السؤال اللي بعده، رقم 13. رقم 13، إذا كانت القوتان قف واحد وقف اتنين تمثلان بالمتجهين ه د وه وب ي، يعني خط عمل القوة الأولى موجود بيوازي خط عمل القوة التانية. القوة الأولى اهيت اللي هي د ه، القوة التانية اللي هي ب ج، وهنا ألف. يبقى هنا في قاف واحد وهنا في قاف ايه؟ اتنين. طيب احنا ممكن نشبه المثلثين. هو قال لك خد بالك النسبة بين ألف د إلى د ب نسبة 3 إلى 2. ممكن تشبه المثلث ألف د ه، هيقول له يشابه المثلث ألف ب ج، وتعمل نسب بقى بين ايه؟ بين الأضلاع المتناظرة. تقول له والله ياخد 3 على الضلع كله اللي هو كام؟ 5، بتساوي القوة الأولى اللي هي الصغيرة على القوة ايه؟ التانية. طب هو عايز في التمرين معيار عزم قاف واحد على معيار عزم قاف اتنين. طب نجيب معيار عزم قاف واحد على معيار عزم قاف اتنين. نجيب القوة في ذراعها. طب نجيب ذراعها ازاي؟ هنعمل عمود كده. انت عايز تجيب حوالين نقطة ايه؟ نقطة ألف، حول ألف. هتجيب القوة في البعد العمودي. تقوم قايل والله القوة الأولى دهيت هضربها في البعد العمودي ده، أقول له ده عين واحد، والقوة التانية هنا في البعد العمودي بتاعها ده كله هسميها عين اتنين. طب النسبة بين الارتفاعات هي نفسها النسبة بين ايه؟ بين الأضلاع. يبقى النسبة بين الارتفاع الأول عين واحد على عين اتنين هو برضو نسبة 3 إلى إيه؟ إلى 5، من تشابه المثلثات. فبالتالي نقدر نعوض مكان قاف واحد على قاف اتنين اللي هي 3 على 5، وعين واحد على اتنين اللي هي 3 على 5، يطلع الناتج 9 على إيه؟ على 25. فهمنا يا شباب المسألة؟ يبقى جبناها بفكرة إيه؟ التشابه. يبقى الإجابة بتاعتنا تطلع النسبة 9 إلى 25. نختار إجابة د للسؤال بتاعنا 13 اللي قدامنا يا شباب. فاهمين كده؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 14. السؤال 14 عند مربع، عايزين نجيب مجموع عزوم القوة حول نقطة ج. مربع يا شباب. شايفين هنا بصنع زاوية 30 درجة، وهنا د وهنا ج وهنا ب وهنا ألف. خد بالك ده مش قطر، انت عايز تجيب العزوم حول نقطة ايه؟ ج، وعندك القوة ممتدة. تعمل ايه في المسألة ديت؟ يعني القوة ديت عايزين نجيب ايه؟ البعد العمودي بينها وبين نقطة ج. هنعمل ايه؟ هنمد دي شوية كده، يعني نضطر نمدها كده. دي 30 تبقى دي 60. يبقى انت تقدر تجيب البعد العمودي ده لو انت عرفت ده خلاص. طب نجيب دي ازاي؟ الحتة الصغيرة دي، دي 60 تبقى دي زيها 60. طب هو بيقول لك مربع طول ضلعه ب 8، دي ب 8 دي 8، كل ضلع من اضلاعه ب 8، ده كله ب 8. لو انت عرفت دي بكام هتشيلها من 8 تجيب دي، وبالتالي ده مثلث 30 60. تقدر بقى ان انت توصل للضلع اللي هو ايه اللي انت عايزه ده. فحاول ركز معايا. طب نجيبها ازاي يا شباب؟ انت عندك ده مقابل وده ايه؟ مجاور. يعني انت عندك ان الظاء 30 مقابل اللي هو هنسمي دي س، نقول له س ب على 8، فيبقى الس ب بتساوي 8 ظاء 30. 8 ظاء 30، ظاء 30 اللي هي 1 على جذر 3، فتبقى 8 على جذر 3. الحته ده اهي 8 على جذر 3، تبقى الجزء اللي هنا ده تقول والله 8 ناقص 8 على جذر 3. الحته ده دي شايفينها؟ طب دي وتر في المثلث القائم ده، وانت عايز العمودي. طب ده عبارة عن مقابل لل 60، يعني القطعة ده اللي هي لام، هسميها لام بقى. ده مقابل، تمام؟ يعني مقابل على وتر، اللي الوتر اللي هو 8 ناقص 8 على جذر 3 بيساوي جا 60، لأن جا 60 مقابل على وتر. يبقى المقابل على الوتر هو جا 60. طب جا 60 اللي هي إيه؟ اللي هي جذر 3 على 2، فيبقى لام على 8 ناقص 8 على جذر 3 بتساوي جذر 60 اللي هي جذر 3 على 2. نعمل مقص، يبقى 2 لام بتساوي، شايفين؟ ها جذر 3 في 8 ب 8 جذر 3 ناقص، دي تروح مع دي ناقص 8. 8 هنا هنقسم بقى على 2، يبقى اللام هتساوي 4 جذر 3 ناقص 4. يبقى انت جبت ايه؟ طول العمود من تأثير القوة بتاعتك. القوة كان مقدارها 10 جذر 3، دي القوة بتاعتنا اهي. تاخد القوة اللي هي 5 جذر 3 دي بالسالب، سالب 5 جذر 3 دي،
شايفينها؟ ونقوم ضربينها في ذراع القوة اللي هو 8، وبعدين ناخد 10 جذر 3، دي بتلف كده عكس عقارب الساعة في البعد العمودي اللي هو 4 جذر 3 ناقص 4. يبقى عندي سالب 40 جذر 3 زائد 40 في 3، بنضرب ده هنا ونضربه هنا، تبقى سالب 40 جذر 3، يعني في سالب 80 جذر 3 زائد 120، يعني 120 ناقص 80 جذر 3. أتمنى تكونوا فهمتوا المسألة. خلاص كده، دي المسألة بتاعتنا اللي هي ايه، رقم 14، والحل بتاعها يا شباب. يبقى فكرة الحل بس ان احنا هنطول ده ونجيب الضلع ده من المثلث اللي هو 30 60، اللي هنا دي 30 ودي 8، يبقى الضلع دوت كله طلع ب 8 على جذر 3. استخدمنا نسبة الظا اللي هي ظا 30 مقابل على مجاور، طلعنا منها ايه السين اللي هو البعد ده، يعني السين ب طلع ب 8 على جذر 3، يبقى ده كله كان ب 8، نشيل منه ده يبقى 8 ناقص 8 على جذر 3. خلاص نختار الإجابة بتاعتنا، هتبقى الإجابة ب. سؤال 15، عندنا مربع أ ب ج د أهو، تمام، وفي هنا في المحصلة ح، والمربع طول ضلعه 2 متر، وأثرت القوتان في قوة 4 و 3 في اتجاه الشعاع أ ب، الشعاع أ د وهنا ج. فإذا كانت المحصلة ح، عايزين نجيب طول العمود الساقط من نقطة ه على ل. طيب خد بالك الأربعة دي ممكن نجيبها، لأن الأربعة دي محصلة التلاتة وهي عمودين، يبقى المحصلة عبارة عن الجذر التربيعي على 16 زائد 9، 25 جذر 5، دي المحصلة. ده البعد العمودي يا شباب، ده عمود أهو، ودي لام، دي لام ماشي، دي مثلا أي نقطة اسمها س مثلا، ده البعد العمودي عايزين نجيبه. طب نجيبه ازاي؟ احنا عايزين نجيب في التمرين عندنا المحصلة جبناها خلاص، وعند البعد العمودي. طب ما انت عندك قاعدة بتقول لك مجموع عزوم، ممكن نقول مجموع العزوم، مجموع عزوم القوة حول أي نقطة بيساوي عزم المحصلة. طيب احنا عايزين نجيب العزم المحصلة حول ايه؟ هو عايز طول العمود المرسوم من نقطة ه، يعني هنجيب العزم حول نقطة ايه؟ نقطة ه اللي عندي ماشي. فانت هتجيب مجموع عزوم، تقول له قاعدة كده، بما ان مجموع عزوم القوة حول نقطة يساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة. ليه بنعمل الكلام ده؟ لان احنا عندنا الاربعه اقدر اجيب عزمها حول نقطه ه اللي عندي في بعد عمود اهو، يعني تقول عزم المحصله، تقول العزم حول نقطه ه بيساوي، عندك طريقين، تقول له الحاء دي اللي هي خد بالك اتجاهها بالسالب، تقول سالب 5 في لام، وطريق تاني اللي هو بيكافئ برضو الاربعه في البعد العمودي، قال 2 متر يبقى 4 في ايه، في 2، ولا كام، اقرا كده تاني، مربع طول ضلعه 2 متر، يبقى انت عندك البعد كان 2 متر ماشي. طب الاربعة بتلف موجب ولا سالب؟ الاربعة بتلف كده مع عقارب الساعة، يبقى سالب 4 في 2. طب ها دي قال لك في المنتصف برضه، يعني سهل لك كل حاجة خلاص. فهتاخد كمان بقى تكمل، ما انت تكمل الاربعة دي والقوة 3، 3 دي بتلف ايه عكس عقارب الساعة كده، فتاخد الاشارة موجبة في البعد العمودي اللي هو 1، يعني معنى كده ان سالب 5 لام، خد بالك بقى احنا سوينا ده عزم المحصلة وده العزم حوالين نقطة ايه ه بالنسبة للقوتين 4 و3، وعارفين ان مجموع عزوم القوة حول اي نقطة بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة، فيبقى السالب 5 لام دي بتساوي سالب 4 في 2 زائد 3 في 1، يعني سالب 8 زائد 3، يعني سالب 5، يعني سالب 5 لام بتساوي سالب 5، يعني اللام طولها هيطلع بواحد برضه زي دول، والتمييز بتاعنا طلعناه بالمتر. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوها يا شباب، المسألة دي جميلة. تمام، شوف السؤال اللي بعده 16. سؤال 16، شايفين كده شباب 16، يقول لي ا ب ج د المربع تؤثر القوة التي مقدارها 4 و3 و5 و2 كان بالشكل، فإن القياس الجبري لمجموع عزوم القوة حول نقطة ميم. طيب القياس الجبري للقوة كلها حوالين ميم تعمل ايه؟ هتجيب القوة في البعد العمودي. طيب تعالوا كده نحلها مباشرة، انت عندك مربع اهو بإيدينا كده، مربع صغير اهو، هنا البعد العمودي وهنا البعد العمودي وهنا البعد العمودي والبعد العمودي، القوة اللي هي الأربعة.
هتتضرب طبعا الأربعة ماشية كده مع عقارب الساعة لتحت، يبقى سالب أربعة في البعد العمودي يبقى اتنين، لأن أنت أو هو نص لام بقى، أو افرض إن مربع طول ضلعه اتنين لام، يبقى دي لام ودي لام ودي لام ودي لام، يبقى أربعة لام في لام، تمام. وبعدين هو بقول لك عايزين الإشارة، يعني مش مسألة يعني سالب أربعة لام اهيت، وعندك تقول له سالب تلاتة في البعد العمودي اللي هو لام، وبعدين خمسة بتلف كده عكس عقارب الساعة، تبقى سالب خمسة في البعد العمودي اللي هو لام، وبعدين التلاتة الاتنين دي اتنين، اتنين بتلف كده عكس عقارب الساعة يبقى في لام، يبقى هنا سالب سبعة لام وهنا موجب سبعة لام، هيطلع بإيه؟ بصفر. دي برضو معلومة تبقى عارفها يا شباب، طالما القوة بتأثر على النقطة والأبعاد متساوية يبقى العزم المحصلة يطلع معاك صفر، تمام؟ فيبقى الإجابة بتاعتك إيه؟ نختار ج من السؤال 16. عندنا رقم 17، مستطيل أبعاده 12 و31 سنتيمتر، السلط قوة سنتيمتر، 31 سنتيمتر، هنا القوة أثرت أهي، هنحول نسخة عمود يا شباب زي ما احنا شايفين كده عشان نجيب البعد العمودي. أدي القوة اللي عندك نقلناها، الستة مدينا يعني أسقمتها، هي المشكلة في القوة دي بس، اللي احنا هنجيب ازاي نجيب البعد العمودي بينها وبين نقطة ألف، خلاص. فهو عايز العزم حوالي نقطة ألف، في قوة هكذا 8 ذراعها موجود اللي هو 12 سنتي، وعندك القوة التانية اللي هي 9 ذراعها موجود اللي هو 31. المشكلة بقى في القوة دي، فانت هتمدها تقول له والله دي سيتا زي دي سيتا، دي كانت طولها بكام؟ بخمسة، 31 ناقص 5 ب 26، دي سيتا زي سيتا، ده اللي هو العمودي عبارة عن مقابل الزاوية، يعني 26 جا سيتا، لأنه مقابل للزاوية، ده مقابل اللي هو 26 جا سيتا. نجيب جا سيتا من هنا لأن دي زي دي بتقابل الرأس، عندك جا سيتا مقابل على وتر، المقابل اللي هو 12، الوتر نجيبه في فيثاغورس يبقى 13، 5 12 13، ماشي، يبقى المقابل 12 والوتر ب 13، تقوم ضربه بقى في 26 يديك الضلع ده، تقوم له 26 في 12 على 13 هيطلع معاك بكام؟ ب 24 سنتيمتر، اللي هي القطعة دي اللي هي ألف كاف مثلا طولها هيطلع ب 24 سنتي، تمام كده يا شباب شايفين؟ البعد ده جبناه أهو، جبنا البعد ده يا شباب، تاني سيتا زي سيتا وده مقابل 26 جا سيتا، جا سيتا مقابل على وتر وعوضنا، تمام؟ من بعد بس الكاميرا شوية عشان الشاشة تيجي كلها تشوف نور اللي انتوا شايفينه كله يعني يا شباب، مش قادر اقرب اكتر من كده يعني عشان ايه يبقى الكتابة كلها واضحة مرة واحدة كده، حاول بس ايه تكتب معايا. خلاص كده يا شباب الامور سهلة ان شاء الله، فانت هتجيب العزم حوالين الف، المشكلة بس كانت في البعد العمودي، فتاخد القوة اللي هي 13 بالسالب اهي، سالب 13 في البعد العمودي بتاعك ده اللي هو طلع بكام؟ ب 24 سنتي، وبعدين تاخد القوة دي 8 بتلف عكس عقارب اللي هي 8 عكس عقارب الساعة في البعد العمودي اللي هو 12، وبعدين تاخد القوة اللي هي 9 اهي بتلف مع عقارب الساعة تبقى سالب 9 في البعد العمودي اللي هو ده كله حوالين نقطة ألف اللي هو 31. نحسب بقى الحاسبة ونشوف الناتج بكام كده. خد بالك في هنا قوة اللي هي 9 يا شباب، يبقى العزم التاني هنجيبه اهو حوالين نقطة ألف، القوة اللي عندك اللي هي 9 بتلف بالسالب في البعد بتاعها اللي هو 24، وبعدين عندك القوة 8 بتلف كده، 8 اهي بتلف كده مع ايه؟ عكس عقارب الساعة، يبقى زائد 8 في البعد العمودي اللي هو 12، وكمان عندك القوة اللي هي 9، في قوتين زي بعض يا شباب، دي 6 يا أستاذ، 6 يا شباب، دي 6، شباب دي قوة 6، ماشي؟ واضحة هي 6، تمام، 6 ودي 9، تمام، خد بقى القوة 9 دي هتلف كده مع عقارب الساعة تبقى سالب 9، أنا كنت حسبتها من شوية وكانت مش مظبوطة فبعدها تاني يعني يا شباب، لأن دي كانت 6، ماشي؟ الرقم ده 6 مش 9، خلاص المهم أنت فهمتها، بقى صح أنت في الامتحان عشان ما برجلش يعني. يبقى انت عندك التسعة بتلف كده بالسالب، وعندك البعد العمودي كله اللي هو كام؟ كان 31، تطلع كده 4 في 6 ب 24، 2 في 6 ب 12 و 2 ب 14، 96، 9 27، هنا ناخد السوالب نجمعهم، 9 و 4 13، 5 و 7 12، 2 و 2 4 زي 96، حط السالب 13 و 1، 13 ناقص 6 ب 7، 11 ناقص 9 ب 2 ونزل 3، يبقى سالب ايه؟ 327، تمام؟ سالب 327 اللي هي الإجابة ألف، ماشي. أو أنت بتقلل الحاسبة بقى، أهم حاجة تبقى عارف الطريقة دي. المسألة رقم 17، شوف السؤال 18، المسائل اللي دلوقتي بقى هناخدها هناخد فيها رسم يعني هنرسمها، فحاولوا ركزوا معايا كده بالمسطرة ونشتغل إن شاء الله يعني نخلصهم. رقم 18 أهو، عندي مستطيل
ترسم رسمه كده بإيدك بالمسطرة بتاعتك وتظبط شغلة زي ما قلنا. ماشي، هذا المستطيل بتاعك اهو، ارسمه معايا، اشتروا معايا ولاد ايدكوا معايا ولا بحل. خلاص، هنا بيقول له مستطيل ألف باء جيم دال، ألف باء جيم دال، في ألف باء 9 سنتيمتر، قطعة دي ب9، وعندي باء جيم ب12. المفروض بقى العكس، كنا نكبره شوية، ممكن نغير مفيش مشكلة، نخلي هنا ألف باء وهنا جيم وهنا دال. هيبقى عندك الألف باء ب9، دي ب12، مفيش حاجة، مش مشكلة ملحوقة يعني. تمام، ظبطنا الايه الأطوال. تمام، أصلات القوة مقدارها 2 و4 و5 و4 و10. طيب الاتنين بتأثر في ألف باء، يبقى تعمل هنا قوة 2، والقوة التانية اللي هي بتأثر في ب جيم كانت ب5، ب جيم كده كانت ب5، والقوة التانية في د جيم د جيم كده كان مقدارها 4. يعني كده شباب 2 5 في قوة ألف باء جيم دال، اقرأ تاني معايا كده، قوة 2 في اتجاه ألف باء، وقوة 4 في ب جيم، 4 في ب جيم. ركزوا معايا، باء جيم اهي، وعندك القوة التانية د جيم كانت 4، صح كده؟ ولا د جيم بقى تبقى ب5؟ د جيم 5، هما 5 قوة يا شباب، ماشي؟ هما 5 قوة، ركز معايا، دي 5، وعندي القوة في د جيم، د جيم، خلاص عملناه، في د ألف بقى، د ألف كده، احنا ماشيين ديت طلع ماشي مش مشكلة، اتجاهات يعني ايه مختلفة. طيب انت عندك الدال ألف كان كام؟ 4 اهي، وعندك ألف جيم، ألف جيم، خد بالك من الاتجاهات مهم جدا، يعني لو عملنا اتجاه غلط ولا حاجة المسألة بتضيع، هتكون مركز جيد جدا. اهي الألف جيم كده، خلصنا الاتجاهات بتاعتنا. نبدأ بقى نحل، احنا عايزين نجيب العزم حوالين ايه نقطة ب، ايه مشكلتك؟ مشكلتي في القطر. طب نعملها ازاي؟ لازم نجيب بعد عمودي، ما ده بعده العمودي دي، بص يا شباب دي بعدها العمودي موجود اهو، ودي بعدها، دي طبعا تتلاشى ودي تتلاشى، بيمر بالنقطة، ودي بعدها العمودي موجود اهو، فمشكلتك كلها في ده. فعشان تعمل العمود تقوم منزل كده من اكليدز، هتشتغل اكليدز، دي 9 دي 12 سنتي، ها يبقى دي تجيبها من فيثاغورس بكام؟ 12 144 و 85 225 جذرها 15. طب احنا عايزين نجيب ده يا استاذ، خلاص هات اكليدز بقى، يبقى انت جبت ده من فيثاغورس الاول بقطعة ألف جيم ب15، تقدر تجيب ده من اكليدز، القطعة ده يا شباب هنجيبها من اكليدس، بضرب ال 12 في 9 على ايه؟ على 15، ماشي؟ يبقى انا هجيب القطعة اللي هي باء س، اقول له 12 في 9 على 15، اقسم بقى على 3 في 5 على 3 في 4، 4 في 9 ب 36 على 5 تبقى 72، والعامل بعد رقم 7.2، يعني انت جبت ده خلاص طولها 7.2 سنتي. تمام؟ تمام كده؟ تعالى بقى نجيب العزم، خلاص كده المشكلة اتحلت إن شاء الله. العزم حوالين ب دي تتلاشى ودي تتلاشى، لأنهم يعني بيمروا بالنقطة، يبقى أنت عندك 3 قوة لسه هتجيبهم. هتاخد القوة ب 5 بتلف كده موجب، البعد العمودي بينها 12، وتاخد الأربعة بتلف كده مع عقارب الساعة في البعد العمودي بينهم اللي هو 9، وعندك القوة اللي كانت أصعب حاجة وجبناها اللي هي الـ10 بتلف كده برضه يا أستاذ موجب، أهي طالعة كده موجب عكس عقارب الساعة، موجب في البعد العمودي اللي هو 7.2، 10 في، يا سلام، خلاص العلامة راحت ايه وكده، المسألة بقت جميلة اهي ان شاء الله، يعني تبقى دي زائد 72. هنطلع الناتج هنا، 60 ناقص 36 زائد 72، 60 هنا دول ب 36، 60 ناقص 36 ب 96، بس اختيارنا يطلع الف، والتمييز نيوتن ايه سنتيمتر، هو جايب لك التمييز طبعا في الاستاتيكا، يعني التمييزات مش بنشغل بالنا او يعني تبقى بسيطه مفيش تحويلات، يعني معظم التحويلات في الديناميكا، يعني ان شاء الله بشتغل معاكم ديناميكا برضو قريب باذن الله يا شباب. نشوف المساله، خلاص كده خلصناها رقم 96، نشوف المساله اللي بعدها رقم 19، بيقول لي الف باء جيم ده المستطيل في الف باء ب 6 سنتيمتر وباء جيم 8 سنتيمتر، اثرت القوه 5 و8 و6 و10 سكر كيلوغرام في اتجاه الشعاع باء ألف وباء جيم وجيم دال وجيم ألف على ترتيب، وكانت نقطة واو تنتمي للشعاع أو قطعة مستقيمة باء جيم، بحيث إن يكون مجموع قوى حوالين واو يساوي 45 ثقل جرام سنتيمتر في اتجاه الشعاع في اتجاه ألف باء جيم دال، فإن باء واو بيساوي نقطة. طيب أنا هرسمها وبعدين أكمل معاكم إن شاء الله. رسمنا الشكل يا شباب، المسألة بتاعتنا اللي هي رقم 19، وقال ان العزم حوالين نقطة واو بيساوي كام؟ 45 نيوتن، خلاص، لان نقطة واو دي انا معرفش البعد، وقال لك نقطة واو تنتمي وخلاص، فهنفرض ان البعد ده س مثلا وده 8 ناقص س، ماشي؟
انت عايز تجيب بعد عمودي مثلا القوه اللي هتحيرك هتبقى صعبه اللي هي دي، لان انت دي ما تعرفش ايه البعد بينها قد ايه. انت عندك في قوه 5 وقوه 10، وكان في كمان هنا قوه 6 عند جيم دال، لسه في قوه تانية، ومكان قوه 5 و8 و6 و10، ادي 5 اهيت، وادي 6، وادي 10، قوة 8 كانت بتأثر في الاتجاه التاني اللي هو به جيم، بدي قوة 8 كده أثر في الاتجاه ده. طيب نحلها ازاي؟ شباب بصوا معايا، احنا ده مستطيل، يعني دي سيتا دي زي سيتا، انت ممكن تجيب البعد العمودي اهو، لان ده وتر اللي هو 8 ناقص س، يبقى ده 8 ناقص س في جا سيتا، شايفين كده؟ دي سيتا ده وتر 8 ناقص س، دي فرضنا ان هي س و8 ناقص س، فيبقى الضلع ده اهو الوتر في جا الزاويه 8 ناقص س جا سيتا. جا سيتا نجيبها من المثلث ده، لان سيتا زي دي بالتبادل، فجا مقابل على وتر، ده 6 ده كام سنتي؟ ده 8 سنتي، وده كان 6 سنتيمتر، يبقى ده 10 سنتيمتر، تمام. فانت تقدر تجيب ازاي؟ تقدر تجيب الضلع ده بقى، يعني تقوم قايل ان جا سيتا تعوض يعني مقابل على وتر، 6 على 10 تعوضها هنا، يبقى 8 ناقص س في قيمة جا سيتا بقى، شيلها وحط مكانها ايه، 6 على 10، فيطلع لك الضلع ده. فخلاص يبقى انت كده عرفت البعد العمودي يعني. انا كده يعني ايه، انا عامل الورقة عشان تبقى واضحة قدام كل اللي بحل. تعالى بقى نجيب العزم حوالين نقطة واو. هو قال لك العزم حوالين نقطة 45، هو عايز ايه؟ هو عايز البه واو بقى، الحتة اللي احنا فرضينها بسين، عايز سين يعني، تمام كده؟ تمام. تعالى اقول والله العزم حوالين واو بيساوي نقط، هناخد 5 ديت، هو 5 ده كان اتجاهها لتحت كده، تمام. الخمسة حول واو بتلف عكس عقارب الساعة، يبقى 5 في البعد العمودي اللي هو س، وبعدين الستة بتلف مع عقارب الساعة في البعد العمودي ده اللي هو 8 ناقص س، وبعدين القوة 10، طبعا التمانية دي تتلاشى انها بتمر بالنقطة، ناخد بقى القوة اللي هي 10 دي بتلف كده مع عقارب الساعة في البعد العمودي ده اللي هو 8 ناقص س جا سيتا اللي هو ده. كل ده كان العزم بكام؟ ب 45. صف مسألتك بقى، 6 في 8، وهنا زائد 6 س، جا سيتا قلنا هنعوض عنها بكام؟ 6 على 10. شباب كده شايف فاهمين؟ يلا يا أبطال معايا، 45 بتساوي 5 س و6 س، طبعا دي هتروح مع دي، يبقى 6 س، وكمان 6 س 12 س، يبقى 17 س. 6 في 8 48، ناقص 8.